أبو عبد الله يسأل عن حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق. هذا الحديث يا أبا عبد الله عند أبي داود في السنن وعند بعض أصحاب السنن أيضا، لكن هذا الحديث أصله ضعيف، هذا الحديث أصله ضعيف، وجود إسناده بعض العلماء من أهل الحديث قالوا إسناده جيد، إسناده جيد، ولذلك الضعف فيه غير شديد ويرتقي إلى درجة الحسن.